هما عندهم قفل ال11 برك يروحوا للثانوية. التعليم الثانوي في انجلترا. دورة جوان 2013. التعليم الثانوي في انجلترا. في انجلترا يبدأ الأطفال الدراسة الثانوية في سن 11. في العامين الأولين من المدرسة الثانوية يدرس جميع الطلاب نفس 12 مادة، هم اللغة الإنجليزية، رياضيات، العلوم، التصميم والتكنولوجيا، المعلومات والاتصال، التاريخ، الجغرافيا، اللغات الأجنبية، الفن والتصميم والموسيقى والمواطنة والرياضة. عندما يكون الطلاب في سن 14 يمكنهم اختيار الموضوعات التي يحبونهم، ولكن بعض الموضوعات مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضة لا تزال إلزامية. في سن 15 و16 يأخذ الطلاب امتحانات وطنية تسمى GCSE، الشهادة العامة لاختبار التعليم الثانوي. بعد هذه الامتحانات حوالي 25% من الطلاب يتركون المدرسة ويجدون وظائف، ولا البقية 75% من الطلاب البقاء في المدرسة يدرسون 2، 3، أو 4 مدرسة. المواد واجتياز اختبارات المستوى المتقدم المستوى. عندما يبلغون 18 عاما يذهب معظم الطلاب في إنجلترا، حوالي 90% إلى المدارس الثانوية الحكومية. المدارس الحكومية مجانية، ويذهب 10% الباقون إلى المدارس الخاصة. وبعض هذه المدارس مشهورة جدا ومكلفة جدا. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الدراسة في كلية إيتون حوالي 2224 ألف جنيه أسترالي سنويا.